السلام عليكم. إسرائيل استنفرت ضد الأسلحة الكيميائية السورية. البعض يتحدث عن احتمالات حرب، وآخرون يقولون إن في الأمر مجرد ضغوط نفسية على النظام السوري. الخارجية الروسية أكدت اليوم تلقيها تأكيدات سورية بأن الترسانة الكيميائية محمية بشكل جيد. ولكن السؤال الأهم اليوم، لماذا اعترفت سوريا بامتلاكها هذا السلاح؟ أتريد أن تردع من يفكر بعمل عسكري، أم تريد سحب الذرائع لكي لا يتكرر في سوريا ما حصل في العراق، حتى ولو أنه آنذاك بني على كذبة أسلحة الدمار الشامل؟ سؤال لك أنيس النقاش، ضيفي الأول في الأستوديو، رئيس شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية. لماذا اعترفت سوريا الآن بوجود أسلحة كيميائية؟ لو دققنا بالمؤتمر الصحفي للدكتور مقدسي، هو قال إن وجدت هذه الأسلحة لم تستخدم إلا في الخارج، ضد اعتداء خارجي، ولا يمكن أن تستخدم بتاتا بالصراع الداخلي. ولكن قال أننا نحن قد حذرنا الأمم المتحدة بأن لدينا معلومات أن بعض الدول قد زودت بعض المسلحين بأسلحة جرثومية وأسلحة غازية من أجل تفجيرها، واتهام النظام بأنه يستخدم هذه الأسلحة. يعني كان في قلق عند السوري أن تستخدم أسلحة كيميائية من أجل تأجيج الوضع قلق الخارجي. قلق المعلومات، نعم. وبالتالي هو يسبق على هذا الموضوع ويقول أنه لن تستخدم بتاتا في الداخل. ولا داعي لإنكار ما هو معلوم. وبالتالي الاعتراف بوجود مثل هذه الأسلحة عندما يكون بالغرف المغلقة قد تحدث في ذلك مع كوفي أنان، وكما أبلغت اليوم السلطات الروسية بأن الأسلحة الكيماوية هي في مأمن تام، صحيح. معنى ذلك ليس هناك هروب. ولكن الأهم هو على أن النظام يواجه، لا يربك ولا يرتبك. وبالتالي عندما يقول تريدون استفادة من هذا العنوان، فأنا مستعد أيضا للمواجهة تحت هذا العنوان. على كل حال، سنناقش كل هذه الأمور بالتفصيل في خلال ساعة ونصف عبر الميادين. سؤالي الآن إلى اللواء حسام السويلم، أرحب به، وهو المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة المصرية. سيادة اللواء، أهلا بك. ماذا نعني بالسلاح الكيميائي، وما هي خطورته؟ ما هو هذا السلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلاح الكيماوي هو أحد أسلحة الدمار الشامل، مثل السلاح النووي ومثل الأسلحة البيولوجية. وهذا السلاح الكيماوي بيقول دمار شامل لأنه بيجري تدمير في البيئة كلها، سواء البشر أو الحيوانات أو النبات أو الإنسان. هو مش تدميري، ولكن النووي تدميري. الأسلحة البيولوجي ما هوش تدميري، ولكن قاتل وفتاك، فعشكري بيعتبر أسلحة دمار شامل. لما نتكلم عن الأسلحة الكيماوية لابد نتكلم عنها من خمس منطلقات. المنطلق الأول، حجم هذه الأسلحة قد إيه؟ نوعياتها إيه؟ وسائل استخدامها إيه؟ متى يحتمل استخدامها؟ أماكن تصنيعها وتخزينها. سوريا بدأت في سنة 84 تتجه نحو امتلاك قدرات أسلحة كيماوية كوسيلة ردع ضد إسرائيل أو ضد الترسانة النووية الإسرائيلية. لو بصينا على الخريطة اللي أنا بتكلم عنها جنبنا هنا، قبل سيادة اللواء اسمح لي، الخريطة هي أدي سوريا. نعم سيادة اللواء، فقط اسمح لي، تقول بدأت سوريا منذ عام 84، كيف تعرف ذلك؟ على ما تستند؟ أنا هتكلم على الخريطة الأول وبعدين نجاوب السؤال، ولا أجاوب سؤالك الأول؟ لا زي ما تحب، تفضل كمل على الخريطة. أنا هكمل على الخريطة. أدي سوريا. نعم. شمال تركيا أهي. البحر المتوسط أهو. أدي إسرائيل. أدي الأردن. أدي العراق. في عندنا مخازن أسلحة كيماوية، أدي الإشارة بتاعتها. مصانع إنتاج كيماوي أهي. قواعد صواريخ ارض ارض اهي. انتاج اسلحه اخرى اهي. انتاج صواريخ اهي. لو بصينا للاسلحه الكيماويه هنبص نلاقي عندنا اخطر مصنع موجود، ومعاه ايضا مستودع اللي هو جنوب حلب في منطقه او جنوب السفيره.
هذا المصنع اللي موجود ده مصنع كيماوي، انتاج اسلحه كيماويه. وبعدين في عندنا مستودعات لاسلحه كيماويه في شمال او شرق درعا 407، مصنع 417، ثم المصنع 418، وفي مصنع هنا ايضا بيقولوا في شرق دمشق. اخر المعلومات منذ اسبوع قيل ان بعض المصانع دي او بعض المستودعات نقل محتوياتها الى منطقة بقرب دير الزور. النهاردة قيل ان بعض المكونات بتاعة المصنع بتاع السفيرة ومنتجات او بعض المستودعات او المكونات او الاسلحة الكيماوية نقلت الى مطارات بجوار الحدود. نيجي لقواعد الصواريخ. احنا عندنا قاعدة الصواريخ موجودة هنا شرق دير الزور، دي القاعدة الرئيسية، وهتكلم عن وحدات الصواريخ، هما ثلاث لواءات. وبعدين في انتاج الصواريخ وتجميعها طيب. موجوده في هذه المناطق شرق حلب، اسمح وفي لي. المنطقه نعم. شرق حماه نعم نعم. وفي حمص دي المناطق، وفي ايضا في شمال دير الزور طيب. الاخضر ده المواقع يا سيادة لواء. اسمح لي فقط المختلفه، اسمح لي ان اقاطعك فقط لكي نعرف يعني كل هذه المعلومات المهمه والامنيه، ولا ادري اذا كان ينبغي ان نبرزها على الشاشه ام لا، ولكن من اين لك كل هذه المعلومات؟ على ما تستند في هذه الدقة في معلوماتك، خصوصا تتحدث عن أسلحة كيميائية، عن صواريخ؟ موجود الخريطة دي، موجودة في الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط. وبعدين معاهد الدراسات الاستراتيجية والكراسات اللي بتنتج نوويا عن ميليتري بالانس في نيويورك وفي الاي اي اس اس والاخره فيها هذا الكلام. انا ما عنديش جهاز مخابرات بجيب منه الكلام ده، ولكن الخريطة دي على وجه التحديد موجودة في طيب. الشرق الأوسط بتاعة امبارح. يعني الإشارة مهمة انه هذه المعلومات في جريدة إنتاج الأسلحة الكيماوية. تفضل. طيب. هذه المعلومات إذن موجودة في صحيفة الشرق الأوسط، وبعض المصادر التي تستند إليها بنهاية الأمر هي مصادر أمريكية، لا يمكن التأكد 100% من هذه وبريطانية. والبريطانية لا يمكن تأكد 100% من هذه المصادر، ولكنها مهمة. سنستمع بعد قليل أيضا أعزائي المشاهدين إلى وجهة نظر النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي لنعرف ما تريده إسرائيل بالضبط من هذا التأجيج ضد الأسلحة الكيميائية السورية. سنرى ما يقال أيضا في واشنطن، في تل أبيب، في موسكو وطهران. ولكن لنذكر أولا بما قاله جهاد المقدسي الناطق باسم الخارجية السورية حول الاعتراف السوري للمرة الأولى بوجود أسلحة كيميائية. أن أي سلاح كيماوي أو جرثومي لن يتم استخدامه أبدا، وأكرر لن يتم استخدامه أبدا خلال الأزمة في سوريا مهما كانت التطورات لهذه الأزمة في الداخل السوري. وأن هذه الأسلحة على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية وبإشرافها المباشر، ولن تستخدم أبدا إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي. إذن هذا هو الاعتراف السوري الأول لوجود أسلحة كيميائية سورية. هنا في دمشق تحدث جهاد المقدسي، وهنا في بلغاريا في بورغاس تحديدا قتل سياح إسرائيليون. المسافة في الواقع بين سوريا وبلغاريا تبلغ 2826 كيلومترا، ولكن السياسة قربت هذه المسافة. إسرائيل سارعت إلى اتهام حزب الله وإيران، وحين تتهم الحزب تتهم سوريا طبعا. الهجوم على السياح والاتهام الإسرائيلي جاء في اليوم نفسه الذي حصل فيه هنا تفجير في دمشق، تذكرون هذا التفجير ضد مركز للأمن القومي تحديدا في هذه الأماكن في منطقة ساحة الروضة، مقر الأمن القومي قريب لهذه الساحة كما تعلمون. وبعد أو في اليوم الذي حصل فيه التفجير سئل البعض هل كان بالصدفة مثلا في اليوم التالي هنا في السعودية يتم تعيين الأمير بندر بن سلطان رئيسا لجهاز الاستخبارات السعودية. قالت صحيفة فاينانشال تايمز مثلا إن الأمير بندر معروف بعدائه الخاص للرئيس السوري بشار الأسد، وله علاقة مباشرة بالملف الإيراني، ومعروف بأنه أكثر جرأة من غيره بالتعامل مع هذه الملفات. كل ذلك حصل فيما حصل اجتماع أيضا هنا في قطر لوزراء الخارجية العرب، طالبوا فيه الرئيس بشار الأسد بالتنحي وعرضوا عليه مخرجا آمنا. طبعا سوريا رفضت كل ذلك. هل كل ذلك يحصل بالصدفة؟ سؤالي مجددا إلى أنيس النقاش.
لا يحصل، يعني ليس بالضرورة أن كل هذه الأمور مترابطة. الرابط الوحيد بينها أن لها علاقة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط. أما لو جئنا لمسألة لماذا يحركون اليوم مسألة السلاح الكيماوي، المسألة ليست في السلاح وليست في الهدف بحد ذاته المعلن. أولا أعتقد أن هذه القوى التي تحرك القوى المسلحة في سوريا لإسقاط النظام تخشى شيء أساسي. في حال، وهذه فرضية لا أتوقعها ولكن نحن نحاور السيناريوهات بكافة أبعادها، في حال استطاعت هذه القوى أن تسيطر وتسقط النظام، القوى الخارجية التي تدعمها ليست متأكدة من هي القوى التي تستطيع أن تحسم الموقف في سوريا. إحدى المعضلات التي تواجه الدول الغربية وبعض الدول العربية هي هذه المسألة. في الحالة الليبية كان حلف الأطلسي هو اللاعب الأساسي استراتيجيا وحتى تكتيكيا، والمقاتلين على الأرض لم يكن يدركوا كيف تجري العمليات بشكل دقيق وبأي اتجاه يجب أن يتجهوا، وكل الخيوط كانت تحرك، وبالتالي السيطرة كانت لا أقول تامة ولكن شبه تامة على الوضع الليبي من خلال هذا التدخل. طالما أن الغرب قد حسم أمره بأنه لا يريد أن يتدخل عسكريا تحت شعار وعنوان إسقاط النظام في سوريا، هو يجد بديلا من خلال تحريك ملف الكيماوي والجرثومي بأنه من ناحية الخطر على المنطقة والخطر على إسرائيل والخطر على جيران سوريا، هو يتحرك ليس بهدف إسقاط النظام ولكن بهدف عدم تسرب هذه الأسلحة أو استخدام هذه الأسلحة، والضغط على روسيا أيضا وعلى روسيا، ولكن الهدف، لأنه لا يستطيع أن يقول أريد أن أتدخل لإسقاط النظام، ولكن أمام روسيا لا تستطيع أن تقول هناك أسلحة دمار شامل أصبحت بيد فلان وفلان والقوى العالمية لا تتدخل. فإذن هو يغير وجهة العنوان في سبب التدخل، ولكن جوهر التدخل والهدف الحقيقي منه هو أنه يريد أن يكون شريكا في صنع السيناريو لما بعد سقوط النظام، بمعنى يضع رجاله، يضع قواه، يحدد من يمسك السلطة في سوريا، وهذا لا يمكن أن يتم من خلال فراغ لا يستطيع هو أن يملأه ويكون متفرج من الخارج، لأنها عند ساعة يكون الصراع على الأرض هو الذي يحسم المسألة. طيب، من هنا كان هذا العنوان. الآن هل بلغاريا علاقة؟ ليس بالطبع أكيد علاقة بهذا التفجير، لأنه هو الغريب يعني يوم التفجير في دمشق حصل التفجير في بلغاريا، يعني هذه صدف. أحيانا من الصعب القول أنه يمكن توجيه العمليات، ولكن ممكن الأيام القادمة تكشف عن ما معنى تفجير بلغاريا. المهم كيف أريد الاستفادة منه؟ يبدو أن لديك معلومات. لا أنا أريد أن أقول كيف استفيد منه. لا لديك معلومات. لا. كيف استفاد منه؟ لديك معلومات. إسرائيل في معلومات قفزت على المناسبة وقالت أتهم حزب الله، ولكن هذا الاتهام وجه، هذه المعلومة التي أستطيع، باستنفار كامل لقوى المقاومة دون أي أن يرف لها جفن، وكانت قادرة على أن ترد على أي عدوان إسرائيلي لو أن الإسرائيلي أراد أن يستفيد من هذا التهديد. طيب، دعنا نذهب مجددا إلى اللواء حسام سويلم. موقع أو مركز Information Clearing House، وهو موقع كندي يساري، يقول التالي: الأسلحة الكيميائية مجرد تلفيقة من اختراع صحيفة وول ستريت جورنال وقناة سكاي نيوز. وفيليب جيرالدي وهو عميل سابق ومدير تنفيذي لمجلس مصلحة الأمن القومي الأمريكي يقول في 18 من الشهر الجاري: لا مصلحة لأمريكا بتغيير النظام السوري، إسرائيل واللوبي يريدان إزاحة الأسد لتفتيت سوريا إلى مجموعات إثنية متناحرة. سيادة اللواء، كيف ترى الأسباب التي دفعت إسرائيل الآن لتأجيج العالم ضد السلاح الكيميائي السوري؟ ما هو الهدف؟ هل هي قلقة فعلا من هذا السلاح؟ هو من وجهة نظر إسرائيل مع سوريا، منطقة الجولان اللي هي فيها الالتحام بين سوريا وإسرائيل منطقة هادية من 38 سنة لم تطلق فيها طلقة واحدة، دي حقيقة. فإذا الموقف على الحدود هادي، ما فيش مشاكل، ولكن إسرائيل برؤية مستقبلية لما قد يستتبع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بتتحسب لعدة احتمالات، بتتحسب لتسرب
هذه الأسلحة الكيماوية والصاروخية وأيضا الدفاع الجوي زي أنظمة تور ام 1 وسام 8 وسام 16 أنها تتسرب إلى حزب الله. احنا عارفين حزب الله حليف إلى سوريا، فهذا هو تخوف إسرائيل من أنها تتجه هذه الأسلحة إلى حزب الله. من هنا هدد ليبرمان أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية، وهدد أيضا براك ورئيس الأركان بأنهم لن يسمحوا بنقل هذه الأسلحة الكيماوية إلى حزب الله إلى الخارج. وقد تستغل إسرائيل في حالة تأكدها أو وجود معلومات أن هذه الأسلحة ستنقل إلى حزب الله أنها توجه ضربة مسبقة إلى أماكن هذه الأسلحة في سوريا لتدميرها قبل أن تنتقل لحزب الله، وإذا انتقلت إلى حزب الله ستدمرها في أماكن تواجدها في جنوب لبنان إذا انتقلت إليه. هذه هي النظرة الإسرائيلية. هل أفهم منك سيادة كما نعلم سيادة على وشك الدخول في مواجهة مع إيران في الخريف القادم، سيادة اللواء، وتخشى من أن تواجه حرب من ثلاث اتجاهات؟ طيب. من إيران ومن لبنان من حزب الله وأيضا من سوريا أو أيضا من حماس اتجاه الرابع. وعشان كده المناورات التي أجرتها في السابق أجرت مناورات على احتمالات تعرضها لضربات صاروخية من الاتجاهات الأربعة دي، وعملت حسابات على هذا الأساس. طيب اسمح لي، وتوقعت خسائر حوالي 20,000 فار. هل تسمعني؟ ونقلتهم إلى ونقلت فعلا عملت تجارب لنقل مهجرين إلى غور الأردن، وأجرت تجارب وتوقعت في خسائر كبيرة هتحصل فيها، ودربت الغواصات الدولفين بتاعتها على التوجه إلى بحر العرب لتوجيه ضربات تكتيكية نووية بواسطة الصواريخ الكروز المسلحة بها الغواصات تولفن ضد إيران. إذا إسرائيل بتتحسب للموقف بالكامل. من مصلحة إسرائيل أنا كمحلل استراتيجي أقول إن أنا إذا حزب الله اداني الفرصة دلوقتي إن أنا أوجه له ضربة، إذا هوجه ضربة كاملة لحزب الله لتدميره واحتلال جنوب لبنان، وفي خطة هوريها لكم دلوقتي لهذه العملية، بحيث لما يدخل في مواجهة مع إيران في الخريف القادم أو في المستقبل يبقى متفرغ فقط إلى 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 إيران وحيد الجبهة بتاعت جنوب حزب الله. سيادة اللواء، يعني فهمت من طرحك الأول وكأنك تتفهم القلق الإسرائيلي بالنسبة للأسلحة الكيميائية السورية، هل فهمت صح؟ أنا عايز أقول أنا مش لما بتكلم عن التقدير إسرائيل، أنا بحط نفسي مكان إسرائيل وبفكر بتفكير القائد الإسرائيلي وبقول لك هيعمل إيه. لما بتكلم من وجهة النظر السورية بحط نفسي مكان المخطط السوري وبقول لك هيعمل ايه. لما بتكلم عن المخطط الإيراني بحط نفسي مكان المخطط الإيراني بقول لك بيعمل ايه. سأعود إليك بعد قليل أستاذ أنيس النقاش. طبعا سوريا كانت في السابق نفت وجود أسلحة كيميائية عندها، وكأنها هذه المرة تتعمد فعلا أن تظهر هذه المعلومات. يعني فقط لو نشاهد ماذا قال بشار الجعفري السفير السوري في الأمم المتحدة قبل فترة: إن الأحاديث التي تكررت مؤخرا في الإعلام عن أسلحة كيميائية ونية سوريا باستخدامها هي أحاديث عارية عن الصحة تماما وصيد في الماء العكر. وإن دلت هذه الأحاديث على شيء فإنما تدل على نوايا من يريد استخدام وسائل ومواد كيماوية ضد شعبنا الآمن بهدف اتهام الحكومة السورية بذلك وتأليب أعضاء مجلس الأمن والرأي العام العالمي ضدها. يعني نلاحظ ما تقدمت به أستاذ أنيس قبل قليل، أنه حتى في كلام الجعفري يقول أنه ثمت من كان يعد لاستخدام هذه الأسلحة لتحميل المسؤولية أو لوضع المسؤولية على السلطات السورية. هل في معلومات لدى السلطات السورية فعلية أنه هناك طرف كان يود استخدام هذه الأسلحة؟ لديهم معلومات، خصوصا أنك عائد يعني حديثا لدمشق. لديهم معلومات، وهذه المعلومات تأكدت من خلال السيناريوهات المعلنة عندما تتحدث دول غربية وأمريكا وإسرائيل بهذا الاتجاه.
هذا يؤكد على أن ليس هو الخوف الحقيقي الإسرائيلي المعلن، ولكن هي حجة من أجل تأليب الرأي العام العالمي وحشر حلفاء سوريا والسماح للقوى الغربية بأن تشارك على الأرض في عملية صياغة النظام في سوريا. يعني هذا هو الهدف الاستراتيجي. يعني لتكون الفكرة أقرب، لو استخدم سلاح كيميائي من قبل أي طرف وقيل أنه نظام استخدمه كان سيحدث تدخل عسكري. حتما، يعني عندما يستخدم سلاح كيميائي من نظام ضد شعبي يكون الوضع الدولي مختلف تماما عن الحديث عن أن هناك صراع ما بين معارضة ونظام، وتحرج روسيا والصين، وبالتالي يبرر تدخل من كافة الأطراف بهذه المسألة. طيب دعنا نرى لو سمحت وأيضا سيادة اللواء ما جاء في كتاب صدر حديثا في فرنسا، كتاب الحروب السرية للموساد. يقول التالي: إن بشار الأسد اعتمد مواقف أكثر راديكالية من أبيه، كثف إرسال الأسلحة إلى حزب الله. بشار الأسد استقبل وفدا من كوريا الشمالية أثناء تشييع والده، وكوريا الشمالية كانت أبرز مصدري الأسلحة الكيميائية والصواريخ لسوريا. الاستخبارات الأمريكية رصدت مكالمات بين دمشق وبيونغ يانغ وسلمتها للموساد. عام 2005 فجرت إسرائيل محطة قطار كان فيها مواد موجهة لموقع كيميائي سوري. عام 2007 حصلت إسرائيل على موافقة ضمنية من إدارة جورج بوش الابن لضرب موقع نووي سوري، وبعد أن نفذت الضربة سارع إيهود أولمرت لإبلاغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالأمر، وبعث عبره رسالة للأسد تقول إن إسرائيل لن تقبل بمفاعل نووي سوري. هل نصدق هذه المعلومات؟ يعني جزء منها حصل، قصف المفاعل النووي، أما مسألة الصواريخ وكوريا الجنوبية والخبرات العلمية، معلومات الخبرات العلمية في سوريا ليست قليلة بتاتا، لا للمسائل النووية ولا للمسائل الأخرى الحساسة، وخاصة تستطيع أن تصنع هذه في الصواريخ يعني وفي الكيميائي أيضا ممكن. قائد المقاومة اعترف منذ أيام، وأنا كنت قد أعلنت ذلك بال 2006 بعد حرب تموز، الصواريخ الثقيلة التي ضربت حيفا والتي كانت تهدد تل أبيب أيضا عندما هدد بها لم تكن إلا صواريخ سورية، صناعة سورية، وسوريا لديها صناعات متقدمة شاهدناها بالمناورات. الذي فاجأ بالمناورات، المشكلة أن الإعلام الحربي السوري غائب عن السمع، يعني بتعمل مناورات وبتصور وتقول هذه قدراتنا، ولكن لا يقول أنه هل هذا مستورد أم مصنع، وهناك فرق كبير. المستورد يمكن أن يعد بالعدد، تعرف أنه استورد 50 أو 70 صاروخ سكود، وبالتالي في أي مناورة عسكرية وأي اشتباك يمكن للعدو أن يستنزف أسلحتك، ولكن عندما يكون التصنيع داخلي ولا يعرف العدد وأنت مستمر في عملية التصنيع والتصنيع محمي بشكل قوي ضد الطيران والقصف، فهنا يكون لا محدودية لإمكاناتك. وبالتالي أنا أقول بكل وضوح القدرات الصاروخية، التصنيع المحلي السوري تتخطى كل ما يكتب وكل ما يعني حتى العدو يصرح به. وقد يبدو أن العدو اليوم ليس له مصلحة بالحديث عن هذه القدرات السورية وهذا الطموح السوري وهذه الجرأة من بشار الأسد، ليس فقط في دعم المقاومة أثناء حرب تموز بل بالإعداد جيشه لقتال شرس مع العدو الصهيوني، لأنه هذا ليس بمصلحتهم ضمن الخطة الإعلامية التي كما تفضل منذ بدايتها أن جبهة الجولان لم تتحرك خلال 30 عاما، وهذا بالعقل العربي عقل منقوص، لأن الذي يعتبر جبهة الجولان هي غير جبهة الجنوب هو يعني من الذين جبهة غزة وغير جبهة غزة هو الذي يعترف بالتقسيمات سايكس بيكو وبتقسيمات العدو حتى في داخل الأرض المحتلة ما بين ضفة وغزة. سنتوقف. جبهاتنا كلها واحدة ونحركها في الوقت المناسب كما نريد. سنتوقف بالتفصيل أيضا عند هذه النقطة ربما مباشرة بعد الفاصل من الميادين وبرنامج لعبة الأمم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين، وفيه هذه الليلة حديث عن الأسلحة الكيميائية السورية. لماذا اعترفت دمشق بوجود هذه الأسلحة ولماذا كل هذا التأجيج الإسرائيلي والدولي ضدها؟ اللافت أن أول من رفع لواء التحذير من الأسلحة الكيميائية السورية هم الأمريكيون. نسي العالم على ما يبدو أن الأمريكيين أنفسهم
كانوا دمروا العراق بسبب معلومات كاذبة عن أسلحة دمار شامل. نواصل في هذا التقرير. كل تصريح أقوله هنا اليوم مدعوم بمصادر موثوقة. ما نقدمه لكم حقائق وخلاصات مبنية على معلومات استخبارية دقيقة. لدينا أدلة على وجود هذه الأسلحة. قبل شهر من بداية الحرب الأمريكية على العراق، نصح وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك كولين باول الدول المترددة في إعلان الحرب أن تساند بلاده، لأن لدى الحكومة الأمريكية معلومات دقيقة عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. لم تنتظر الولايات المتحدة موافقة مجلس الأمن لتحتل العراق وتدمر بنيته التحتية المدنية والعسكرية وتسيطر على خيرات البلد وعلى رأسها النفط. طوال سنوات الاحتلال لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل على هذه التهمة، بل على العكس اعترف كولين باول بأنه كان ضحية تلاعب. لقد شعرت بالإحباط وخيبة الأمل لأنهم أعطوني معلومات غير حقيقية. بعد 9 سنوات في شباط من العام الحالي، ظهر تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية يحذر من أسلحة دمار شامل تمتلكها سوريا هذه المرة. معلومة أمريكية جديدة لم تستند إلى دليل، لكنها تحولت في تموز يوليو الحالي إلى حملة تخويف أمريكية من السلاح الكيميائي السوري. ساند في هذه الحملة دبلوماسيون من عدة دول غربية وعربية إلى جانب السفير السوري المنشق في العراق نواف الفارس. إن النظام السوري يمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولقد كنا واضحين بأن هذه الأسلحة يجب أن تكون مراقبة لأن النظام قد يستخدمها ضد شعبه. الحملة الأمريكية في مجلس الأمن لم تمر هذه المرة. الفيتو الروسي الصيني أوقف القرار، بينما تحدث الأمريكيون عن البحث عن سيناريو حل مع دول صديقة خارج مجلس الأمن. كل المشكلة أن ذاكرة العرب قصيرة، ننسى مثل هذه الأمور. اليوم يعني أعود وأرحب في هذا الجزء الثاني بسيادة اللواء حسام سويلم، المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة المصرية، وأيضا معي في الأستوديو السيد أنيس النقاش رئيس شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية. سيادة اللواء، في حسب صحيفة الفاينانشال تايمز أن هناك اتصالات بين أمريكا وإسرائيل والأردن لتأمين ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. أي دور يمكن للأردن أن يلعبه برأيك، وما هو المطلوب منه الآن؟ هو بس في لي تعليق على التقرير اللي قبل كلام اللي انت قلته ده فيما يتعلق بالعراق. وطبعا التصريح بتاع كولين باول كان سليم، ولكن ليكون لنا مصداقية مع المشاهد لا ننسى أن أثناء الحرب العراقية الإيرانية اللي دامت 8 سنين قام العراق بقصف أهداف إيرانية بأسلحة كيماوية. ولا ننسى أيضا أن في سنة 82 أن العراق استخدم أو نظام صدام حسين استخدم أسلحة كيماوية ضد الأكراد في حلبجة، وهذا الأمم المتحدة رصده في 8000 قتيل ومصاب من نتيجة استخدام غاز الخردل. فقضية أسلحة الكيماوية في العراق كانت موجودة ولجان التفتيش أثبتتها وأزالتها. فبس عشان نكون في مصداقية مع المشاهد في أحداث التاريخ ما ننساهاش. فيما يتعلق بالسؤال بتاع حضرتك بتتكلم عن دور الأردن، أعتقد أن دور الأردن قد يكون وسيط في عملية نقل الأسلحة الكيماوية اللي موجودة في سوريا وتأمينها بواسطة لجان دولية زي اللي حصل في العراق. التقديرات الأمريكية بتقول أن في حوالي 600 رأس كيماوي من نوعيات مختلفة، غاز الخردل المهيج للجلد، في غازات السموم الدم، في غازات الجهاز التنفسي، في غازات الأعصاب، في إكس إلى آخره. فممكن جدا نقل هذه الرؤوس النووية 600 رأس اللي بيتكلموا عنها إلى الأردن وتأمينها بواسطة الأمم المتحدة. أيضا فيما يتعلق بالوسائل الإطلاق، روسيا سوريا عندها 62 منصة إطلاق صواريخ، بعضها مصنع محليا بخبرة روسية وصينية وكوريا الشمالية،
وبعضها مستورد، في البداية بيستورد وبعدين بيبدأ يجمع وبعدين بيصنع عنده، وفي عنده مصانع أنا وريتها على الخريطة. إذن العملية متكاملة ما بين استيراد وعملية تجميع ثم عملية تصنيع داخلي ليحقق الاكتفاء الذاتي، وهذا أمر مشروع. فهو عنده حوالي 62 منصة إطلاق صواريخ وحوالي 850 صاروخ أنواع، مشكلين في 3 لواءات. اللواء 155 صواريخ، اللواء 156 صواريخ، اللواء 157 صواريخ. كل لواء من 3 كتائب، كتيبة صواريخ سكود بي أو سكود دي أو سكود سي، 300 كيلو 500 كيلو 800 كيلو، زائد كتيبة صواريخ إزاز 21، زائد كتيبة صواريخ فرج. دي اللواء ده ال 155 موجود في منطقة القطيفة والنصرية. اللواء وده 26 قاصف. اللواء الثاني اللي هو اللواء 156 صواريخ، ده برضه مكون من 3 كتائب بنفس التنظيم، بس عدد القوازف 18 قاذف في منطقة القطيفة. اللواء الثالث اللي هو اللواء 157 صواريخ بنفس التنظيم، واحدة سكوت يعني واحدة سياده اللواء 21، لن نعد في كل الاسلحه وكل اللواءات وكل القطاعات وكل المدفعيه الموجوده. او فهمت من سياده اللواء انه الامريكيين لم يكذبوا في موضوع العراق وانه كان في اسلحه واستخدمها صدام؟ لا ابدا، كذبوا، لانه يتحدث هو عن احداث الحرب اثناء حرب العراق ايران. استخدم صدام حسين اسلحه كيماويه صحيح، وضرب الاكراد بالاسلحه الكيماويه صحيح، ولكن بعد التسويه والاتفاقيات بتدمير اسلحه الدمار الشامل خلال حصار 9 سنوات، دمر العراق كافه الاسلحه، ولكنهم استمروا بالكذب ان هذه الاسلحه لم تدمر، رغم ان المفتشين الدوليين دخلوا العراق اكثر من عشرات المرات بحثا عن هذه الاسلحه الجديده ولم يجدوها، وعند احتلال العراق ايضا لم يجدوها. فاذا كانت الولايات المتحده تعرف ان هذه الاسلحه قد دمرت، ولكن كولين باول كان يكذب لتبرير الهجوم على العراق، واعترف بنهايه الامر. بعدين عندما يعترف لا استطيع ان اتي وادافع عنه واقول انه هم لم يكذبوا، في خلط بالمواعيد التاريخيه. كولين باول اعترف انه كذب، وسياده اللواء يقول لا مش عارف. لا هو في خلط في التواريخ. صحيح استخدم الاسلحه الكيماويه بحرب ايران العراق، ولكن دمرت هذه الاسلحه باشراف الامم المتحده و المراقبين الدوليين، وعندما أرادوا أن يعودوا يحتلوا العراق أعادوا هذا التبرير مجددا. كل الأنباء والتحليلات الواردة منذ الكلام الإسرائيلي عن وجود أسلحة كيميائية سورية يصب في خانة الإعداد لشيء ما ضد سوريا. مراسل الاندبندنت في القدس يقول إن إسرائيل قد تتدخل بسبب الأسلحة الكيميائية. لنتذكر ما يقوله الإسرائيليون. نظام بشار الأسد سيسقط، ما سيجعل مواقع الأسلحة الكيميائية غير آمنة. نحن لا نريد بالتأكيد سقوط الأسلحة الكيميائية في أيدي حزب الله أو مجموعات إرهابية أخرى، إنه تهديد كبير لنا. أمرت الجيش بإعداد ما هو ضروري حتى نكون إذا دعت الحاجة قادرين على دراسة تنفيذ عملية. إننا نتابع احتمال محاولة حزب الله نقل منظومة أسلحة متطورة من سوريا، وإسرائيل لا يمكنها الموافقة على ذلك. واضح الكلام الإسرائيلي أستاذ أنيس. في أيضا كلام أخطر من الإسرائيلي. الكلام واضح، ولكن الهدف الحقيقي ليس هو المعلن وليس هذا الكلام. ما هو الهدف؟ الهدف هو وضع سيناريو احتياط لتدخل العسكري في سوريا في حال سقوط النظام، لأنهم وليس قبل سقوط النظام. وليس قبل سقوط في حال النظام. يعني ليس هذا، كله سيناريوهات افتراضية بالنسبة لهم، ونحن لا نعتقد بحصولها، ولكن هم لأنهم غير متأكدين من الذي يستطيع أن يصل إلى السلطة، عندهم مشكلة كبيرة. تقاريرهم تقول أن هناك عشرات المجموعات المسلحة، أن قوى متطرفة كالقاعدة أصبحت في الداخل، فبالتالي في اليمن، في ليبيا عفوا، مع وجودهم في السماء وعلى الأرض وضمن المجموعات، ومع ذلك ما زالت الحرب الأهلية في ليبيا حتى الآن متواجدة بين العشائر والقبائل والمسلحين. لا يستطيع أن يحتمل. أنا لا أعتقد بسقوط النظام. يعني معلوماتي الدقيقة التي أتابعها عن كثب أسبوعيا هو عن تماسك الجيش السوري وعن حجم القوى التي تواجهه وعن السيناريوهات التي أعدها هو لمواجهة كافة السيناريوهات. وأكبر دليل على ما أقول أن سيناريو دمشق الذي ارتبط بعملية الاغتيال كان سيناريو محكم جدا من قوى الأعداء. يعني ليس بسيطا أبدا أن تقوم بعملية الاغتيال وتحرك الخلايا النائمة
وتتحدث عن سقوط دمشق وحلب في نفس الوقت، ولكن كيف كانت ردة فعل النظام؟ كيف تماسك؟ الآن أستطيع أن أقول أن هذا السيناريو كان معدا سلفا من قبل النظام بأنه ضمن الاحتياطات اللي بيطلعها من الجارور في حال حصل، في حال حصل كذا وكذا كيف نرد في كذا وكذا. وأنا كنت مطمئن على أن الجواب على هذا السيناريو موجود، وبالتالي النظام لم يتأخر ثواني في الرد عليه بهذا الشكل الناجح الذي تم. اللافت أيضا أنه السفير الأمريكي السابق، يعني هناك أيضا اعتماد على ما يبدو أو إعداد للمعارضة السورية للمسلحين بأن يقال الآن على المستوى الدولي أنهم هم الذين يستطيعون أن يضمنوا هذا السلاح. مثلا السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، تعرف ذكرى جون بولتون يعني، قال في حديث لفوكس نيوز الأمريكية: نقول للمعارضة السورية إن عليها تحديد موقع الترسانة الكيميائية والبيولوجية وبرامج أسلحة الدمار الشامل والبرنامج النووي السوري التي قد تكون إيران مولته وضمان أمن هذه البرامج. ويقول إن الجيش الحر مسؤول عن ذلك. يرد الجيش الحر بالقول: إننا نستطيع تأمين هذه الأسلحة وإننا أعددنا خطة لعدم نقل هذه الأسلحة إلى أي جهة أخرى. هل تستطيع المعارضة المسلحة فعلا ضمان هذه الأسلحة؟ هي لا تستطيع، ولكن الجميل في هذا السيناريو المتبادل أن المعارضة السورية المسلحة اليوم بدأت تعمل كأجير عند القوى الغربية. ما معنى القول أنه نحن نستطيع أن نؤمن ونستطيع أن ندمر القدرات الاستراتيجية لسوريا؟ كيف يكون وطنيا وحرا السوري الذي يريد أن يهاجم إذا كان هناك مواقع نووية أو مشروع نووي؟ ولكن وجدنا فعلا أن تحت غطاء المعارضة السورية المسلحة الموساد الإسرائيلي يرتع اليوم بأنه يغتال بعض المسؤولين عن الأنظمة الصاروخية كالشهيد زغيب الذي قتلوه هو وزوجته وأولاده وهو ضابط مسيحي سوري باغتياله وأثناء خروجه من بيته. كيف تعرف أن الموساد يعني من له مصلحة؟ لا أستطيع عقلي أن يقول أن معارض سوري مهما درجة الغباء برزت عنده إلا إذا كان قد وجه خطأ باتجاه الهدف والذي وجهه هو الذي يكون من الموساد. اذهب وقت الفلان فهو خطر على هذه الثورة. هذا الرجل له علاقة بصناعة الصواريخ السورية التي هي استراتيجية والتي لم تستخدم حتى الآن في كل هذا الصراع الداخلي. المسلحين يستهدفون قيادات عسكرية. نعم، كما استهدف قائد الحرب الإلكترونية في الجيش السوري، وهذه الحرب ليس لها علاقة بكل ما يجري اليوم على الساحة مع المعارضة. فإذا إما أنهم مخترقون بمعنى أن يوجهون للقيام بعمليات اغتيال، وهذا كالحمال الغبي يسمى، يعني يحمل مهمة ولا يعرف أبعادها الحقيقية، وأنه تحت جو الفوضى التي حصل في سوريا. وأنا أؤكد على ذلك، المستعربون الإسرائيليون ما هم المجموعات المتخصصة بالاغتيالات التي تتكلم اللغات العربية بعدة لهجات، وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية وهذا يعرفون هذه المجموعات. هذه لها قدرة بالتغلغل والدخول إلى سوريا وكما كانت في لبنان، وتتحدث بلغات عربية كاملة وتنسجم مع البيئة وتقوم بهذه المهمات. على كل حال، تصديقا لجزء من هذا الكلام، صحيفة تلغراف البريطانية نشرت تقريرا تحت عنوان: المخابرات الأمريكية تبحث عن أسلحة سورية كيميائية. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية نشرت تقريرا تحت عنوان: المخابرات الأمريكية تبحث عن أسلحة سوريا الكيماوية. الصحيفة تنقل عن مسؤولين في إدارة أوباما قولهم إن جهاز CIA أرسل ضباطا إلى المنطقة لتقييم برنامج التسلح السوري، كما أن المهمة الأساسية لهم تكمن في العمل مع المنشقين العسكريين للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول أسلحة الدمار الشامل السورية. وتقول الصحيفة إن المهمة أصبحت ملحة وضرورية للغاية في الآونة الأخيرة، حيث وردت أنباء تفيد بأن الجيش السوري أخرج أسلحته الكيميائية من مخازنها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مطلع على نشاط الاستخبارات السورية قوله إن المخابرات الأمريكية تركز أيضا على رصد الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية الأخرى بهدف تحديد مكان وجود الأسلحة السورية. الصحيفة أشارت إلى قول مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية خصصت مؤخرا الموارد اللازمة لجمع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرار جيد بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجماعات المعارضة واستراتيجيات نقل القيادة.
إذن الاستخبارات واضح دورها. لننتقل الآن إلى الداخل الفلسطيني. أحمد الطيبي عضو في الكنيست الإسرائيلي، عضو عربي طبعا، كان قدم اعتراضا على إثارة إسرائيل لموضوع الأسلحة الكيميائية. لنرى ما يقول، ما هو رأيه بهذا التهييج الإسرائيلي ضد سوريا. هناك من يقرع طبول الحرب. البعض يرى فيما يجري في سوريا فرصة سانحة ربما لتوجيه ضربة. يتحججون بالمخازن الأسلحة الكيميائية. في إسرائيل إذا مرت فترة، وهذا كان موضوع خطابي بالأمس في الكنيست أمام الكنيست وأمام الوزراء الإسرائيليين، في إسرائيل يشعرون بضيق إذا بتمر فترة بدون حرب. هناك من يعتقد أنه يستطيع أن يتخطى مشاكله الداخلية هنا في إسرائيل، الاحتجاجات، الأزمة الداخلية، بتصديرها إلى مشاكل كبيرة. اتضح اليوم من تصريحات مفاز ومعلومات رشحت أن كل التحركات الحزبية التي جرت مؤخرا ومحاولة نتنياهو تفتيت قديمة هدفها ضم ساحها نقبي للحكومة لأنه يؤيد ضرب إيران. إذن يجب أن نرى كل ما يحدث في سياق كبير. القضايا الإسرائيلية، وصدق من قال أنه في إسرائيل لا يوجد سياسات خارجية، يوجد سياسة داخلية، والخارجية تشتق منها. نتنياهو يفكر كثيرا في الملف الإيراني، عينه على سوريا، على ما يجري في موضوع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. طبعا المنطقة كلها مهتمة، وهذا شيء طبيعي أن تهتم بهكذا نوع من السلاح، ولكن أتمنى ألا يستخدمها باراك ونتنياهو حجة لتوجيه ضربة وإشعال المنطقة، لأنه أي ضربة من هذا النوع ستتطور إقليميا ربما لكي يزج المنطقة والعالم والمجتمع الدولي في ضربة استكمالية لإيران أيضا. كان هذا أحمد الطيبي. سنعلق على هذا الكلام مباشرة بعد الفاصل من قناة الميادين، برنامج لعبة الأمم. من قناة الميادين نواصل برنامج لعبة الأمم. في هذه الليلة نتحدث عن الأسلحة الكيميائية السورية، لماذا اعترفت سوريا بوجود هذه الأسلحة، ولماذا كل هذا القلق الإسرائيلي المعلن والتأييد الغربي لإسرائيل في هذه الهجمة على سوريا. سيادة اللواء حسام السويلم، صحيفة هارتس تقول إن نصف الإسرائيليين سيموتون إن تم قصف إسرائيل بالأسلحة السورية الكيميائية. في الواقع يعني خبر كهذا المفترض أن تكون سوريا يعني محصنة عسكريا بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية، وكانت فعلا تعد لمعركة مقبلة مع إسرائيل، ولكن بالمعنى المعلوماتي كيف يمكن لإسرائيل أن تراقب نقل أسلحة كيميائية من مكان لآخر؟ ما هي الوسيلة لمراقبة ذلك؟ هو طبعا إسرائيل بتراقب كل المنطقة العربية مش بس سوريا، ولكن كيف؟ النهاردة التركيز على سوريا والتركيز أيضا على حزب الله، المراقبة بوسائل مختلفة، مراقبة فضائية بواسطة أقمار الصناعية، مراقبة بواسطة الاستطلاع الجوي عن بعد، بواسطة أيضا عناصر المخابرات البشرية اللي هو العملاء اللي موجودين في الداخل، أيضا بواسطة الاستطلاع الإلكتروني، بواسطة التجسس على المكالمات الهاتفية ما بين عناصر مختلفة سواء في الجيش الحر أو في القيادة السورية أو في القيادات الأخرى. إذا وسائل الاستطلاع مختلفة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعتمد على وسائلها فقط، ولكن بتعتمد أيضا على وسائل المخابرات والاستطلاع الأمريكية. وإحنا عارفين زي ما شفنا في التقرير وتقال في الأخبار أن السي اي بعتت عناصر لها في المنطقه في الدول المجاوره لسوريا بحيث انها تكون في الصوره اول باول عن عمليه نقل هذه الاسلحه. ولكن انا عايز اقول عمليه نقل الاسلحه الكيماويه دي عمليه صعب اكتشافها، لانها سهل نقلها جدا، صناديق وبتتحط بتتنقل في عربيات شاحنات او بتتنقل في طائرات، ليست مثل الصواريخ وليست مثل مثلا وسائل الدفاع الجوي ولا اخره. ولكن من الممكن من الصعب اسف من الصعب اكتشاف عمليه نقلها الا لو في
عناصر مخابرات بشرية بتدي معلومات على الأرض أو البول أو من الاستطلاع الإلكتروني عبر التسمع على المكالمات ما بين النظام وعناصره. طيب في استاذ انيس، في سيناريوهات الحرب وتزامن بعض الحوادث نلاحظ انه حصل عده امور في يوم واحد كما قدمنا في هذا البرنامج، او في عده ايام متتاليه ومتقاربه، تفجير مقر الامن القومي في دمشق، قتل سياح اسرائيليين في بلغاريا، تعيين الامير بندر بن سلطان مسؤولا للاستخبارات السعوديه، تقلبات وتعيينات في المركز الاساس الان للامن في سوريا، وتشكيل المجلس الوطني أو الأمن الوطني إذا صح التعبير. فقط أود أن نشاهد ما الذي حصل في بلغاريا ونعود للأسئلة. هذا إذن الهجوم على السياح الإسرائيليين في بلغاريا، والذي سارعت إسرائيل لاتهام حزب الله وإيران بالمسؤولية عنه. طبعا طرح سؤال من يومها أستاذ أنيس، ولعلك في إشاراتك الأولى تلمح لأنك ربما تعرف ما الذي يحصل، هل كل الذين قتلوا سياح؟ يعني يفترض أنهم سواح. المسألة هي أن هل إسرائيل هي التي ستحدد ساعة المعركة أم أن قوى المقاومة هي التي ستحدد ساعة المعركة؟ الصراع اليوم بين الطرفين هي من يملك القرار بالاستعداد للضربة الأولى والمفاجأة، هذا ما نستطيع أن نقوله اليوم. لكن ليس لمصلحة أحد الآن الضغط على الزنات للمعركة الأولى، مصلحة مين أن تنفذ عملية؟ لا، استراتيجيا خلينا أقولها بصراحة، هم يعلنون أن الهدف من إسقاط النظام في سوريا كسر محور المقاومة من أجل سحب سوريا من وسط حلقة حزب الله وإيران وفلسطين، وأن المستهدفة الأولى إيران، وبالتالي من أجل بعد ذلك إضعاف المقاومة في لبنان وإضعاف إيران. الإضعاف ماذا يعني؟ منع وقوع حرب ضد إسرائيل، يعني الهدف الأساسي الأكبر هو حماية إسرائيل. إذا كانت كل هذه الحروب الجانبية وبالوكالة وبتحريك الجماهير والمعارضة في سوريا هدفها إضعاف هذه الجبهة ومنع وقوع حرب مع إسرائيل تكون إسرائيل فيها تدفع ثمن كبير، فمن الأجدر والأفضل لقوى المقاومة أن تسعى إلى هذه الحرب طالما أنها هي ماذا؟ هي على أتم الاستعداد. وأنا أثبت يعني أؤكد اليوم على أن شبكة المقاومة على أتم الاستعداد اليوم وليس غدا في حال وقوع أي حرب مع إسرائيل على أن تكون يدها هي العليا. هل ستبادر إلى الحرب؟ مثلا هل من أجل إنقاذ سوريا يمكن المبادرة، التفكير يعني بالمبادرة؟ يعني من الصعب الإجابة على هذا السؤال بهذا الشكل، ولكن من التأكيد منطق الأمور يقول أنه كما صرحت مسؤولون إيرانيون بالأمس، لن نسمح بسقوط النظام السوري قبل أن يكون هناك تفجير في المنطقة يطال كل من تدخل في عملية محاولة هذا الإسقاط، وسيتضرر كل من كان متورطا ومن هو الهدف بحمايته، أي أن إسرائيل. ملاحظ أنه الكلام الإيراني العالي، وبالتالي بس أعطيك عنوان، نعم، دون سقوط نظام السوري في سوريا حرب إقليمية تغير خريطة المنطقة. هذا ما فهم هذا على الأقل أمس من التصريحات الإيرانية الأخيرة، وهذا ما أعلن على لسان سيد حسن نصر الله منذ بداية الأزمة. طيب، على أن أي اعتداء على سوريا أثناء هذه الأزمة سيؤدي إلى حرب متحرجة، نعرف كيف تبدأ ولكن لا نعرف كيف تنتهي، ولكن بالتأكيد ستغير خريطة المنطقة لصالحنا. الذي لفتني منذ عدة أيام هو حجم المقالات المكتوبة حول تعيين الأمير بندر بن سلطان رئيس للاستخبارات السعودية. يعني مثلا مجلة نيوزويك تقول يأمل السعوديون بسقوط الأسد وتسديد صفعة لإيران وحزب الله، مهمة بندر بن سلطان الأولى والأكثر إلحاحا ستكون سوريا، يريد السعوديون رحيل الأسد سريعا وبندر سيؤمن المزيد من الأسلحة إلى المتمردين. وول ستريت جورنال تقول تعيين الأمير بندر بن سلطان رئيسا للاستخبارات السعودية يعد مؤشرا على أن السعوديين قد يلعبون دورا أكثر تأثيرا فيما بعد الانتفاضات بشكل عام وخصوصا في سوريا.
وصف المحلل السياسي عبد الله الشمري الأمير بندر بأنه بركان نحتاج إليه في هذه اللحظات المحمومة من السياسة الخارجية السعودية. مجلة فاينانشال تايمز تقول أن الأمير بندر معروف بأنه يكن عداء خاصا للرئيس السوري بشار الأسد، وتم الإعلان عن تعيينه رئيسا للاستخبارات السعودية بعد يوم على وقوع الانفجار في دمشق الذي أودى بحياة عدد من كبار مسؤولي الأمن السوريين. وثائق ويكيليكس تقول أن بندر بن سلطان مشروع ملك حليف، لكنه لا يحظى بتأييد باقي الأمراء نظرا لمشكلة نسب معين داخل العائلة المالكة. سيادة اللواء، تعيين الأمير بندر بن سلطان رئيسا للاستخبارات السعودية، هل سيؤثر على مسار الأمور؟ هل له دور في هذه المرحلة بالنسبة لسوريا وإيران برأيك؟ سيادة اللواء، أيوة سؤال لي أنا؟ أيوة، ما في غيرك لواء معنا اليوم. فيما يتعلق بتعيين الأمير بندر بن سلطان رئيس للمخابرات السعودية، طبعا أنا بنظر من وجهة النظر السعودية برضو، زي ما بقول لما بتكلم عن إسرائيل من وجهة نظر إسرائيلية، من إيران من وجهة نظر إسرائيلية. لابد أن القيادة السعودية ترى أن المنطقة على وشك الدخول في حرب بشكل أو بآخر إقليمية، نتيجة فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، نتيجة القيود اللي فرضتها الدول الغربية على استيراد النفط الإيراني، التهديد بإغلاق مضيق هرمز إلى 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 آخره. فهذه المنطقة في طبعا مشاكل أيضا مع الجماهير الشيعة أو الشيعة اللي موجودين في المنطقة الشرقية، القلاقل اللي في البحرين، إذا المنطقة بتغلي بجانب اللي بيحصل في سوريا، بجانب وصول أنظمة إسلامية في ثورات الربيع العربي إلى آخره، إذا المنطقة بتغلي. فلابد الدولة زي السعودية وأي دولة لابد أن يكون فيها جهاز مخابرات كوف كامل قادر على جمع معلومات مبكرة، الوصول بتحليلات استباقية للأحداث، وضع سيناريوهات محتملة ذات مصداقية تساعد على اتخاذ قرارات سليمة وقت الأزمات وإدارة الأزمات عند وقوعها. إذا السعودية عندها مشاكل مع إيران، شايفة في مشاكل موجودة في البحرين، شايفة إسرائيل، شايفة اللي بيحصل في سوريا، شايفة تغييرات حكومات والتيار الإسلامي بيصل إلى السلطة في دول عربية مجاورة. كل هذا يتطلب جهاز مخابرات قوي، عليه رجل قوي، لديه اتصالات قوية بجميع مختلف دول العالم. بندر بن سلطان أنا أتذكر له أنه هو سفير في واشنطن كان صاحب صفقة الصواريخ CSS-2 اللي هي جابها من الصين في الثمانينات ووصلها إلى السعودية ودخلها في أنفاق بدون أن تكتشفها لا وسائل الاستطلاع الأمريكية الفضائية ولا الجوية ولا المخابرات البشرية الأمريكية، إلى أن دخلت فعلا إلى مواقعها. دي تدل على خبرة هذا الرجل وحنكته في الأعمال الاستخباراتية، يعني نقل وحدات صواريخ كاملة وصفقة من الصين إلى السعودية، وأمريكان مش دارين عنها حاجة لغاية ما اكتشفوها الأمريكان مؤخرا لما اكتشفتها الأقمار الصناعية في مواقعها فعلا. فإذا هذا الرجل محنك. طيب، بجانب صلاته الدبلوماسية كسفير سابق في واشنطن وأيضا في اتصالاته الخارجية في أعمال المخابرات، فليس غريبا. وأنا كدولة كالسعودية شايف المنطقة بتغلي، أنا لابد أجيب مدير مخابرات قوي يتولى المخابرات ويساعدني في اتخاذ القرار في الأزمات المقبلة. لنطرح السؤال نفسه على الأستاذ أنيس النقاش، يعني كان معروف أنه الأمير مقرن بن عبد العزيز كان على اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر بسوريا حتى في أوج الأزمة، وأنا حسب معلوماتي الخاصة أنه أحد الضباط السوريين الكبار التقى به في فترة ليست ببعيدة. فجأة الآن تأجيج ضد سوريا سلاح كيميائي، فجأة انفجار في مركز الأمن القومي، علو الأصوات التي تقول بضرورة تسليح المعارضة مباشرة والضغط على النظام، انفجارات في مناطق عديدة في سوريا، ثم يأتي تعيين الأمير بندر رئيس للاستخبارات. ما هو الدور
الآن هو دور داخلي سعودي أم له علاقة بسوريا برأيك؟ يعني تاريخ الأمير بندر بن سلطان أول ما عرف عن علاقته بالدم أو بالاغتيالات هو محاولة اغتيال السيد فضل الله في لبنان التي وثقت عن طريق رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق وكتاب وودوارد. وبالتالي بدأت علاقته بالاستخبارات الأمريكية وبتمويل عمليات الاغتيال منذ ذلك الحين في بداية الثمانينات. اليوم الذي حصل قبل التعيين ولم ينتبه يعني الكثيرون لذلك أن بيتراوس رئيس المخابرات الأمريكية زار السعودية مؤخرا، وأنه نتيجة هذا الحوار الاستراتيجي بين السعودية والسي اي بالنسبة لمستقبل المنطقة، وعلى رأس هذا الحوار كان الملف السوري، جرى تعيين بندر بن سلطان، لأنه عندما تطلب مني التعاون والتنسيق أنا أستطيع أن أطلب منك رجل بالمقابل أكون له كل الثقة وقد تعود على العمل مع الولايات المتحدة في عدة ملفات. هذا تحليل يعني، ممكن يكون الأمر بالصدفة حصل هكذا، جاء بيتراوس وتم يعني تعيين بندر. نعم هذا غدا سيأتي وودوارد أو واحد آخر ويكتب لك، ما أقول بأنها تصبح معلومات. يعني نحن عندنا دائما المصدر الأمريكي أو الإنجليزي أو الإندبندنت أهم من أنيس نقاش أو فلان العربي للأسف. على كل جاء هذا التعيين بناء لهذا الطلب وبناء للسيناريوهات التي تدولت بالنسبة للوضع السوري، وبالتالي الأيام القادمة ستكشف ما هو دور عملية الاغتيال وما دور هؤلاء الأشخاص ما بين السي اي اي والأجهزة العربية التي تنسق فيما بينها ومع تركيا وغيرها بالنسبة للوضع السوري. أنا هنا بس لو تسمح لي أفتح قوسين بالنسبة للملف السوري بالنسبة والإيراني. بالنسبة للملف السوري، أولا بندر بن سلطان صاحب أي مهمة تكلفه بها، إذا أردت اليوم المصالحة مع سوريا هو مستعد أن يذهب للمصالحة مع سوريا، وإذا أردت الاقتتال مع سوريا هو أيضا يذهب للاقتتال مع سوريا. رجل مرن دليل ومحنك. ذلك دليل على ذلك أنه بعد هجومه على المقاومة في لبنان ومحاولة اغتيال السيد فضل الله، عندما أرادوا الاقتراب من سوريا وفتح الملف والتعاون عن طريق رفيق الحريري في لبنان، كان عراب هذه العلاقات من بندر بن سلطان الذي جاء ودعم الرئيس بشار الأسد. طيب. حتى بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في هذا المجال. على كل حال موضوع بندر بن سلطان ربما يطول، قد نعود إليه لو توفر الوقت. فقط أود أن أشير أعزائي المشاهدين إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد أقر بالإجماع في 9 أيار مايو الماضي قانونا يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل. لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية الأيباك المشهورة كانت قد ساعدت في صياغة مشروع القانون، من بين المشاركين في رعايته الجمهوري إريك كانتور والجمهورية إلينا روس ليتنن، معروف دورها كان في غزة، يجب حصار غزة بالنسبة لحزب الله، بالنسبة للمقاومات، بالنسبة للعراق، بالنسبة للسودان، والآن في سوريا شارك فيها أيضا الديمقراطيان هوارد بيرمان وستيني هوج. ماذا في نص القانون؟ نشاهد على الشاشة. القانون يلزم الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال حق النقد الفيتو ضد قرارات تنتقد إسرائيل، توفير الدعم العسكري كما هو ضروري لإسرائيل وتمويل بناء نظام مضاد للصواريخ وتوفير معدات دفاع متطورة، تزويد إسرائيل بذخائر خاصة مثل قنابل اختراق الملاجئ، وأيضا توفير المزيد من التدريب لسلاح الجو الإسرائيلي في الولايات المتحدة وزيادة التعاون في برنامج الأمن والتكنولوجيا المتطورة، تعزيز تقاسم المعلومات الاستخبارية، دعوة إسرائيل إلى دور موسع ضمن منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو بما في ذلك تعزيز وجودها في مقر قيادة الناتو وفي تدريباته. إذن هذا هو قانون رسمي أمريكي. سنتوقف مع فاصل أخير ونعود لمواصلة هذا البرنامج لعبة الأمم من قناة الميادين. كل التحية لمن انضم الآن إلى قناة الميادين، برنامج لعبة الأمم نتوقف فيه الليلة عند السلاح الكيميائي السوري. لماذا اعترفت دمشق وما هو دور إسرائيل المقبل؟ لماذا كل العالم الآن مضطرب بشأن هذه المسألة؟ هل هو تهديد مباشر باحتمال التدخل أم فقط ضغط نفسي؟ وكيف تنظر الأطراف الأخرى لهذه المسألة؟ في نظرة الأطراف الأخرى سنتوقف الآن عند ما سيقال أو ما يقال في طهران، ما يقال في موسكو، ونتابع هذا الحوار مع ضيفينا هنا في الأستوديو أنيس النقاش
واللواء سويلم من القاهرة. هل السلاح الإسرائيلي فعلا على أهبة الاستعداد لشن حرب محتملة ضد سوريا؟ أعود إلى أحمد طيبي العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي. إذا قلت أن سلاح الجو الإسرائيلي قد يكون على أهبة الاستعداد، أعتقد أنه هذا قيل لتوجيه ضربة وهم ستاند باي ينتظروا قرار سياسي. نحن طالبنا بالأمس هنا ألا يكون مثل هذا القرار، حذرنا بشدة من خطورة ومغامرات الحرب هذه، لأنه ضرب سوريا هي ليست مجرد رحلة، هذه سيكون لها انعكاسات إقليمية كارثية على الجميع. عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس رون بول، وهو المرشح الجمهوري إلى الرئاسة الأمريكية، يقول إن طبول الحرب تقرع ضد سوريا. سيادة اللواء، كنت تحدثتني قبل قليل عن احتمالات هذه الحرب ولديك خرائط، هل يمكن أن تقول لي ما هو رأيك؟ هل نحن أمام احتمال حرب ضد سوريا أم فقط نوع من الضغط النفسي عليها؟ لا، إسرائيل حاليا لا أتوقع أنها تتدخل في سوريا إلا في حالتين. الحالة الأولانية فيما يتعلق بنقل الأسلحة الكيماوية، هتقوم بتوجيه ضربة نوعية. إذا حصل تصاعد بضرب هذه الأسلحة أثناء نقلها أو قبل نقلها، إذا تأكدت من هذا، أو إذا شعرت أن نظام بشار الأسد خلاص على وشك السقوط، فقد تقوم بتوجيه ضربة شاملة ضد كل آلة الحرب السورية، ضد كل آلة الحرب السورية. وهذا السيناريو موجود ومطروح، ده في حالة تأكدها أن النظام خلاص على وشك السقوط، وما يحمله أو ما يحتويه من ترسانة أسلحة ضخمة تقليدية وغير تقليدية قد تقع في إيد القاعدة، قد تقع في إيد منظمات فلسطينية، قد تذهب إلى حزب الله إلى آخره. فأحد السيناريوهات الإسرائيلية أن إذا حصل أن أدركت أن النظام على وشك السقوط وفقد السيطرة على معظم المناطق في 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 سوريا، ستوجه ضربة ضد كل مواقع آلة الحرب السورية، مصانع حربية، مواقع صواريخ، مطارات، قوة جوية، كله. ده السيناريو رقم واحد. الضربة النوعية الأقل شوية اللي هي في حالة نقل الصواريخ. ولكن النهارده إسرائيل بتجهز نفسها كما قلت إلى ضربة، إلى توجيه ضربة ضد إيران. طيب سيادة اللواء، فقط اسمح لي، معناها ان اربع جبهات هتفتح ضدها. طالما تستمع الي افضل الان سيادة اللواء، او اسمح لي فقط ان اقاطعك بسؤال شخصي. يعني حضرتك لواء في جيش مصري عريق ولواء قديم العمر الطويل ان شاء الله، وقد تشاهد يوما ما اسرائيل تقصف دولة عربية شقيقة، ما هو انطباعك الشخصي؟ فقط اود ان اسالك شخصيا، هل تؤيد مثل هذه الضربة؟ انت بتسأل سؤال بديهي، انا اؤيد ضرب اسرائيل ضد اي دولة عربية ازاي؟ تيجي ازاي يعني؟ ولن اسمح لها بهذا. يعني سواء انا كنت في مصر او كنت في سوريا، قبل ما اسرائيل تضربني هضربها، هوجه ضربة اسلاقية لها، ولو معايا اسلحة كيماوية هضرب اسرائيل كيماوي قبل ما تضرب شعبي، دي بديهية، مش عايز اسأل. طيب، مشكور على هذا الموقف العربي القومي. طيب، كنت تود ان تكمل شيئا وقطعتك، شكرا لك. أنا بكمل بقول إن إسرائيل بتتوقع، أنا بتكلم كتحليلي راجل بروفيشنال استراتيجي، ما بتكلم من وجهة نظر تحليل. لما بتكلم عن إسرائيل بتكلم من وجهة نظر إسرائيل، بتكلم من وجهة نظر إيران. فأنا بتكلم من وجهة النظر الإسرائيلية دلوقتي، إيه اللي هيحصل في المرحلة القادمة؟ هي بتجهز نفسها الحرب ضد إيران باعتبارها العدو الرئيسي اللي أملك سلاح نووي وتريد أن تمنعه، أو على وشك امتلاك سلاح نووي وتريد أن تمنعه من امتلاك هذا السلاح. خاصة وإن أحد الأعضاء مجلس الشورى الإيراني قال إحنا هنوصل بنسبة التخصيب إلى 65% نسبة تخصيب. هذا ما تريد أمريكا وإسرائيل منعه. طيب، وأنا قلت إن المفاوضات تقريبا فشلت. إذا عشان تضرب إيران لازم تحيد باقي الجبهات. أنا كإسرائيلي لازم أحيد باقي الجبهات، عندي جبهة سوريا وعندي جبهة حماس وعندي جبهة حزب الله. يبقى أنا من مصلحتي قبل ما أضرب إيران أفتعل حروب مع الثلاث جهات دي،
بحيث أسكن جهة وصف الجهة الثانية عسكريا وحيد جهة واستفرد بإيران. إنما إن أنا أقوم بحرب ضد إيران وبص ألاقي الحزب الله فتح علي حوالي 40,000 صاروخ، وبص ألاقي سوريا فتحت علي كمان 600 صاروخ، وأيضا ألاقي حماس بتضرب لي جنوب إسرائيل من غزة، أنا كإسرائيلي كإسرائيل تفكير إسرائيلي لا هكون عبيط. يبقى لابد ان انا كاسرائيلي احيد هذه الجبهات قبل ما اضرب. يعني نامل ان يكون الاسرائيلي عبيط من وجهة النظر الاسرائيليه. لنرى الان كيف تجري الامور في طهران، ماذا يفكر الايرانيون خصوصا بعد كل هذه الحمله التي تشن الان ضد السلاح الكيميائي السوري. معنا من هناك خبير بشؤون الامن القومي محمد صادق الحسيني. ايران القدر المتيقن مما لديها أنه فيما لو حصلت مقامرة أو أي حماقة باتجاه سوريا ستتعامل معها تماما كما تعاملت في حرب 33 يوما ضد حزب الله والمقاومة الإسلامية ولبنان. وأي شعور بالخطر من جانب إيران بأن الدولة السورية أو أن نظام الرئيس بشار الأسد المقاوم وهو خط الدفاع الأول في محور المقاومة كما يسمونه ستتدخل بطريقة مفاجئة وكبيرة جدا تجعل من هذه الحرب أيضا تأخذ مسارا مختلفا تماما، سواء حرب إقليمية مفتوحة أو حتى ربما حرب عالمية. لأن إيران هناك إجماع فيها بأن ما يجري في سوريا للدولة السورية من خطر ولنظام بشار الأسد من خطر، هو جزء من الخطر الذي يمكن أن يتعرض له أمنها القومي. واضح محمد صادق الحسيني أنه إيران ستتدخل بطريقة مفاجئة في حال فعلا تعرض سوريا للخطر. يعني أنا قلت لك أن دون سقوط النظام في سوريا حرب إقليمية والتصريحات المتعددة يعني ماذا التي تفعل حصلت. إيران يعني من بتقصف من تضرب من يعني هذا في معارضة هذا على هذا في مسلحين هذا, 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 هذا يترك. لو تريد أن تسأل خبير محايد كما تفضل سيادة اللواء يستطيع أي إنسان أن يتخيل. أنا من موقعي لا أستطيع أن أتخيل، ممنوع علي أن أتخيل بالعلن عما ممكن أن تفعل المقاومة، ولكن أعطي العناوين السياسية. العنوان السياسي كما هو لخصته أن دون سقوط النظام في سوريا الذي نستبعده حرب إقليمية تتدحرج تغير خرائط المنطقة بشكل كامل، لأن الهدف من الحرب على هذا النظام الحرب الكونية من قبل بعض أعراب الخليج ومن قبل الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل معروف، فلماذا نختبئ وراء إصبعنا ونقول أن هناك مطالب إصلاحية وحريات وديمقراطية طالما الهدف المعلن هو ضرب هذا المعسكر وبالتالي حماية إسرائيل. نحن هدفنا ليس حماية إسرائيل، نحن هدفنا محاربة إسرائيل والوصول إلى نتيجة تحرير فلسطين والانتهاء من هذا الكيان الصهيوني. فهل يعقل أن يكون كل هذه الاستراتيجية التي بنيت خلال 30 عاما تشل أمام مؤامرات من هذه الدولة أو تلك، وقد أثبتت خلال 30 عام على أنها متقدمة من نصر إلى نصر، وهي تعرف كيف ترد في كل المنعطفات التاريخية بالأسلوب المناسب. ولذلك أعود أذكر من كان يتصور أن الذي حصل في 2006 قبل حصوله ولو بأسابيع، ليست إيران فقط، يعني سنشاهد سلام العبيدي من موسكو بعد قليل قبل أن تظهر المقاومة بحلتها الجديدة بال 2006. واليوم المقاومة ومعسكر المقاومة وإيران وكل القوى التي تتحدث بهذا الكلام ستفاجئهم بأكثر مما هم يتخيلون من استعدادات ومن إمكانيات لم نشاهدها حتى الآن في الرد على هذا الاحتمال. إيران ليست وحدها، روسيا أيضا على ما يبدو مستعدة لكل شيء. يعني سلام العبيدي مدير مكتبنا في موسكو هكذا يقول. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال مؤخرا إنه لا يستبعد هجوما عسكريا على سوريا، لكنه استبعد في الوقت نفسه تورط روسيا في صدام عسكري مع الغرب. ومع ذلك فأن روسيا أنجزت الكثير لكي لا يصبح العمل العسكري ضد سوريا نزهة سهلة. موسكو زودت دمشق بأصناف مختلفة من الأسلحة الدفاعية ضد أي هجوم جوي أو بحري، كذلك أعادت تأهيل محطة الإنذار المبكر ضد الهجمات الجوية والصاروخية على جبل قاسيون. لا يستبعد أيضا أن تقدم روسيا معلومات استخباراتية من خلال رصد التحركات العسكرية للغرب بواسطة أقمار التجسس الروسية.
بعض الأسئلة التي وردتنا أعزائي المشاهدين أيضا منكم من بعض المشاهدين، كنا نسأل هل الكلام عن السلاح الكيميائي السوري يمهد لحرب أم هو للضغط النفسي؟ محمد سلهب يقول أكيد تقلقهم الأسلحة الكيميائية، يتحدثون الآن من أجل زيادة الضغط على الدولة والشعب. وسامر قد يقول الحديث عن الأسلحة الكيميائية السورية مرده سبب واحد، التجهيز لارتكاب مجزرة بسلاح كيميائي من قبل جماعات مسلحة تابعة للمعارضة على نفس مبدأ مجزرة الحولة وغيرها، تحرج روسيا والصين. كنا تحدثنا عن هذا الأمر أستاذ أنيس. نائل نور يقول هي كذبة لأغراض خبيثة بالتعاون مع دول خليجية لن أذكرها. يقول أيضا مؤمنة مشتاق طبعا لا تصدق، تقول لي لا تصدق، وخاصة أن قضيتنا الأسبوع الماضي في دمشق تصحو وتنام على أصوات الرصاص. نحن نعرف أن من أرسل السلاح للمجموعات المسلحة التي اغتالت أمننا هو نفسه الذي يخشى علينا الآن من الأسلحة الكيميائية. تقول تتحدث عن جهاز الاستخبارات الصيني الذي كشف عن عملية سينمائية كبيرة تقوم بها شركة مترو جولين ماير في استوديوهاتها بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية لتصوير عملية لإسقاط نظام السوري. هذه المعلومات كانت نشرت قبل فترة. لما نحاس تقول إن الهدف عن الأسلحة الكيميائية، الهدف هو تبرير التخلص من الرئيس بشار الأسد، لأنهم يدركون تماما أن انتصار الأسد هو انتصار لإرادة الشعب العربي السوري. صفاء من سوريا تقول سوريا ليست ليبيا وليست العراق، لن ينالوا منها. محمد ناعسة يقول بالنسبة لموضوع الأسلحة الكيميائية، أعتقد بأنه بدأ الحديث عنه بهذا الوقت وعبارة أو بدء الحديث عنه في هذا الوقت وعبارة عن خطة بديلة لموضوع معركة دمشق بعد فشل الهجوم على مركز الأمن وعلى دمشق. وسليمان زهيرة يقول اعتدنا على بوالين الاختبار التي تطلقها غرف عمليات دبلوماسية الغربية. الجميع لا يصدق في الواقع كل هذه الرسائل التي وصلتنا، الجميع لا يصدق الرواية ضد الأسلحة الكيميائية. نختم هذا الحوار بإيميل البرنامج، وقبل أن أشكر ضيفي فقط التذكير، إيميل البرنامج umm@almayadin.net. إذن umm@almayadin.net يمكن كتابة الاقتراحات أو التعليق على هذه الحلقة. أشكر جزيل الشكر اللواء حسام سويلم من القاهرة، شكرا لك. كنا نود أن نشاهد كل الخرائط التي لديك، لعلك ستأتينا إلى بيروت يوما ما سيادة اللواء. شكرا أيضا لأنيس نقاش رئيس شبكة أمان أو منسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين في الأسبوع المقبل.